لكن الأول نتابع معاكم سريعا أهم أحداث النهاردة. خلونا نبدأ أخبارنا من نشاط السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. النهاردة الرئيس السيسي أشاد خلال استقباله لمامادي توري وزير خارجية جمهورية غينيا بالزخم المتنامي الذي تشهده العلاقات الثنائية بين مصر وجمهورية غينيا منذ زيارة الرئيس إلى كوناكري في إبريل الماضي، مع التطلع لتعزيز العلاقات استثمارا للرصيد التاريخي الكبير بين البلدين. أيضا الرئيس السيسي استعرض الجهود المصرية لدعم سياسات التمويل التنموي بالمشاركة مع مؤسسات التمويل الدولية لتحقيق النمو الشامل في إفريقيا خلال استقباله اليوم لكريستالينا جورجيفا الرئيس التنفيذي للبنك الدولي والمرشحة لمنصب مدير عام صندوق النقد الدولي. السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية قال إن رئيسة البنك الدولي أشادت بنجاح التجربة المصرية في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل خلال السنوات الثلاث الماضية على نحو جعل من مصر نموذجا يحتذى به في هذا المجال.